نهارنا كان حافل بالنشاطات اليوم. ايه كان نهارنا كتير طويل، صبايا عملوا سبا، مساج، مانيكير بيديكير، هير اند ميك اب، اند ذي اول جت دريست. وانا كمان، لانه اكيد اخذنا صبايا على ديستنيشن كتير حلوه بلندن. بما انه عم نبرم الصبايا بلندن، احنا اليوم ببيكاديلي سيركس بمطعم نورا، مطعم لبناني الاكل عنده غير شكل. مس اور بلندن ليديز ناطرين اكيد هلا ليتعشوا، انا وكمان العاميه رح نلحق الصبايا على العشاء، لانه لازم تكونوا معنا بكل خطوه من خطواتهم. صبايا هلا بلشوا يتعشوا وانا بدوري كمان رح روح اتعشى معهم لنشوف شو قاعدين وشو عم بيعملوا. عم يتحدثوا مع بعضهم، يمكن نسيوا انه الكاميرا رح تكون معهم. خلينا نشوف. صبايا عم يتعشوا مثل ما عم تشوفوا هلا، والصبايا ما بعرف اذا بدهم احكي معهم او بدهم الكاميرا تشوفهم بعد، بما انه دخلنا كثير بخصوصياتهم اليوم. صبايا شو بدنا نقول للكاميرا؟ بعد النهار الطويل بالسبا كان لازم للصبايا انهم يقعدوا كلهم سوا ويتعشوا عشاء غير شكل بمطعم لبناني بوسط لندن. نورا ريستورانت كان الديستنيشن لقلنا لهالاسبوع. مثل ما شايفين صبايا متجمعين ويمكن تعبانين من الكاميرا، بما انه الكاميرا ما خلتهم ولا لحظة يرتاحوا طول هالنهار. السبا كان كتير حلو، اكيد الصبايا مثل ما انتم شايفين عملوا ميك اوفر، فميك اب، شعر، دريسز، وصاروا جاهزين انه يشوفوا المجتمع. كيف؟ ايه اكيد وير سوشيلايزنج الليلة لنتعشى عشا لبناني غير شكل. انا والصبايا رح نكون هون، وكمان في مفاجأة للصبايا، مفاجأة رح تشوفوها نهار الأحد ببرنامج فولو مي، فكاميرا فولو مي لحقت الصبايا على الريستورانت. لما يكون بس عندهم بريك من كاميرتنا، كان لازم يكون في كاميرا تانية للعالمية تي في عم تلحقهم. أنا وإنتو رح نشوف شو صار مع الصبايا أكيد بحلقة فولو مي نهار الأحد، بس من هلا لوقتها رح نخلي الصبايا يرتاحوا ويتمتعوا بهالعشاء الغير شكل. لحظة، لأنه أنا كمان بدوري عم صوت للمشتركة المفضلة عندي. أنتوا بدوركم فيكن تساعدوا المشتركة المفضلة لألكن لتوصل للفاينلز. كيف؟ SMS واحد منكم بيساعد هالصبية اللي أنتوا بتتخيلوا لازم تكون مس عرب لندن 2011 لتوصل للنهائيات. ما تنسوا أرقام التصويت عم تقطع قدامكم على شاشة العالمية طول فترة هالمباراة ولغاية 29 أكتوبر 2011. لهون نوصل لنهايه حلقتنا لليوم، فانا رح ودعكم ورح اقول لكم مثلي السبت الجاي بمشاوير كثير رح ناخذ فيها الصبايا واسبوعيه The Journey of Miss Arab London 2011.